بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غرفة العمليات في المشفى الميداني في بلدة صيدا. المشفى الميداني في بلدة صيدا وما يحتاج وما به. يوجد في غرفة مشفى صيدا بعض الأجهزة وينقصهم بعض الأجهزة. ومعنا الممرض حسن قطاش رئيس اللجنة الطبية في المجلس المحلي، سوف يتكلم عن غرفة العمليات في النقطة الطبية أو المشفى الميداني. بسم الله الرحمن الرحيم. 1/1/2014 درعا الصيدة. تقوم غرفة العمليات على بعض التجهيزات الأساسية كجهاز التخدير الذي هو استعارة من مشفى آخر، قيد الرهن حتى يتوافر لدينا جهاز آخر، جهاز بلس أكسجين تبرع شخصي من أحد المحسنين في البلدة، جهاز توليد الأكسجين وهو من مجلس صيدا المحلي وجزاه الله خيرا، سرير غرفة عمليات وهو تبرع شخصي من أحد المحسنين في بلدة صيدا، جهاز مس مفرزات متطور تبرع شخصي من أحد المحسنين في بلدة صيدا، جهاز تعقيم رطب، جهاز تعقيم جاف وهو استعارة من أحد المشافي لتلبية الحاجة، قيد شراء واحد، علب شانات، جهاز صادم تبرع من أحد المحسنين في البلدة، وبعض اللزوم المتوفر لدينا في المشفى. نحن بحاجة إلى عدة جراحيين، إذا علبة جراحة عامة، إذا علب جراحة عامة لتطوير العمل في المستقبل، بحاجة إلى جهاز تخدير، بحاجة إلى جهاز لتوليد الأكسجين، بحاجة إلى جهاز لتوليد الأكسجين لعدم وفرة الأكسجين في المنطقة. يعني هذا حسن يعتبر أساسي في غرفة العمليات. أكيد جهاز تخدير أساسي، ولا نقدر نشتغل شغلة بدون جهاز تخدير. وجهازكم متطور يعني مثلا؟ جهاز متطور. هذا الجهاز تبرع استعارة من أحد المشافي قيد الرهن حتى أنه نجيب جهاز آخر، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى دعم من أجل الاستمرار في العمل، لأن غرفة العمليات بحد ذاته مكلفة نوعا ما، فبحاجة إلى دعم بمواد التخدير باللزوم بكل شيء، أجور الجراحين، أجور المخدرين، أجور الممرضين، حتى استمرار العمل في غرفة العمليات. جزاك الله خير يا حسن، وبإذن الله أهل الخير ما بيقصرون. وهذا هو الوضع السيء في غرفة العمليات.